لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج الحوت. برج الحوت النهاردة عندهم القمر في المنزل الـ 12، وأنا شايفة أن ممكن مساعيهم النهاردة تنجح في أي مجال، خصوصا إذا التزموا بالتواضع وبالسرية والكتمان. أهم حاجة النهاردة مواليد الحوت أنهم يعملوا في سرية وكتمان، وأن هم ما يعلنوش عن خططهم ويتجنبوا الظهور والأضواء بس، ويسعوا للي هم عاوزينه، وإن شاء الله هينجح بإذن الله.